قلبي تولع بالرياض حبي وردته من الجدود يا صح ناصعة البياض زرعت الصحراء ويرود قلبي تولع بالرياض حبي وردته من الجدود يا نجد يا أرض وسماء يا جزعان وصف اللسان الحب ما لي فيه غان ما ظن لي غيرك مكان يا نجدي يا أرض وسماء يعجز عن الوصف اللسان قلبي تولع بالرياض حب ورثته من الجدود يا صفحة ناصعة البياض زرعت الصحراء ويرود قلبي تولع بالرياض حب ورثته من الجدود يا نجدي يا أرض وسماء يعجز عن الوصف اللسان الحب ما ما ظني لي غيرك مكان يا نجدي يا أرض وسماء يا جزع عن الوصف الإنسان وأنا كل ما اشتاق إليها أروح أسأل عليها. معنا الفنان الميجا ستار الصوت الجميل اللي الناس كلها بتحبه راغب علامة موجود في هذه الليلة ليلة الوفاء لطلال مداح. أهلا راغب. أي والله يعني أقل ما يطلق عليها هذه الليلة ليلة الوفاء لطلال مداح. اجتمع الفنانين العالم العربي كله بالمملكة العربية السعودية بدعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه ليكرموا هذا الرجل اللي ترك وراء إرث فني كبير ورحل عن هالدنيا وما شهد هيدي المعجزة اللي عم نشوفها. طفرة طفرة أنا بشوفها معجزة يعني كانت حلم بالنسبة لنا والحلم صار علم وصار حقيقة وعم نجتمع كلنا بأرض الرياض الطيبة بين أهل الطيبين ولنكرم الفنان يلي ما قدر يتكرم بحياته بالرياض. شفت إيه في صوت طلال مداح؟ أنت دلوقتي بقالك كم يوم عايش في التراث بتاع هذا الرجل، أنت كمطرب كبير بقى لاحظت إيه؟ شوف طلال مداح صوت مجبول بسحر السعودية، يعني لما تقول فنان سعودي صوته بيمشي يتماشى مع هيدي الرمال الصحراء وهيدا المدى الموجود والأصول الموجودة بأغاني واللي فرضت نفسها بأيام كانت صعبة يمكن على الفنان السعودي أنه يقدر يفرض نفسه. فطبعا طبيعة صوته طبيعة الفن اللي قدمه شيء محترم جدا وشيء جميل جدا أنه وعاش معنا من مجادير من كل الأغاني اللي قدمها ليلي يا دانا يعني الأغاني هاي كلها اللي حبيناها على أيامه وترحل كلها كتير أغاني يعني عشت فيها طفولتنا. وأنا ليك أنا تعرفت على الراحل بأوروبا حقيقة ما بنسى هذا الرجل الطيب هذا الفنان الخلوق المبدع اللي من أول مرة شفته حسيت أنا بحكي مع أب لألي قاعد معه بكل الطيبة بكل كل يعني بتشعر بأنك قاعد مع عجينة فنان كبير. فالله يرحمه اليوم ليلته اليوم يكرم فيها نحن نتشرف بالوجود نتشرف بالحضور. بين ليلة الوفاء وبين أعمالك بتفكر تعمل إيه؟ أكيد دلوقتي مسألة بقت صعبة جدا لأنه طبعا الساحة بقى فيها أشكال وألوان كثيرة. رغب علامة كل ما يجي يفكر يعمل حاجة بيفكر في ايه الزاوية اللي بيشوف منها الغنى دلوقتي؟ هو يعني تعبير ساحة ما بقاش موجود. ما فيش ساحة صرنا فضاء فبدنا نشوف كيف بدنا نطلع على الفضاء. لازم ندور على الجديد ونحافظ على الاشياء اللي قدمناها بحياتنا لانه هذه كمان بقيت للعالم. يعني حضرتك هلا قلت وانا كل ما اشتاق اليها الاغنيه عمرها من سنه 89 يعني قد ايه قول 24 كان عندك 17 سنه وقتها ثلاث سنين يا عم ثلاث سنين يا عم انا اسف والله عشان معجبات بس يزعلوا دلوقتي ليك هو العمر وحياتك العمر بس رقم يعني معك رقم طبعا انا بالنسبه لي العمر رقم المهم انك انت تحافظ على شبابك تحافظ على انت محافظ حلو فنك تحافظ على شخصيتك. فان شاء الله نحن كتير اشياء عم نقدمها وكتير اشياء عم نشتغل عليها بس لا شك الوضع صار اصعب من قبل لانه تغير مفهوم الموسيقى يعني تغيرت صرت بتشوف حاجات لازم انت تقرب للجمهور الجديد للشباب الجديد
لشباب السوشيال ميديا، وبنفس الوقت بيعز عليك انك انت تبعد عن منطقتك اللي انت نجحت فيها وعملت دايما السويت سبوت دي اللي هي الكومفورت زون بتاعتك، تبقى عايز تقعد فيها على طول. هي اتس نوت كومفورت زون، ابدا اتس نوت كومفورت زون، هي ارضيه صعبه جدا لو وصلنا لها، وصعب انك تتخلى عنها لانك انت شفت في مكان تاني، انت بقيت في مكان اخر، الدنيا رايحه على مكان اخر، بتدور على تشوف كيف انت بدك تعمل هذا اللينك بين رحله النجاح الكبيره اللي عملتها في حياتك ونظره الشباب ليك، هم عايزين منك ايه. المعادله مش سهله خالص، لكن مش صعبه علينا ان شاء الله. فيش حاجة صعبة عليك، فنان عبقري وموهوب وجميل ومحبوب، خاصة من البنات الصغيرة. عمري ما عرفت السر، بس يعني لحظة ليش صغيرة؟ في كبار كمان؟ الستات الماتشور، يعني مش بس البنات الصغيرة. طب أنا آسف، أنا فاكر والعمر هو رقم، مهما لو عندها 60 سنة 70 سنة. طب ليك أنت بتعرف أنه في فنانات نعرفهم قطعوا عمر 50 و60؟ لا ما اعرفش انا. لا انت اللي عارف. يا عمرو ما تلعبش عليا. انت عارف انه لسه فيهم، يعني بتشوف فيهم حاجات يعني كأنسة اكتر من الصبايا الجداد. اه بشوفها. وانت عارف انا عارف قطعوا العمر لسه يعني جمال، لسه حلوين، ولسه بيلبسوا الفستان جميل، وبيمشوا مشيتهم حلوه، وكلامهم جميل، وشهم حلو، حتى لو عملوا شويه زي ما انت بتقول اليوم طلع. ها؟ طلة طبعا طبعا، في كاريزما. سعيد بيك، ودايما لما بشوفك افتكر لبنان، وبحب لبنان، ومشاعري كلها مع لبنان ومعاك ومع كل اللبنانيين. كل العالم العربي بحب لبنان. لبنان الطفل المدلل. نحن اليوم موجودين بالمملكة العربية السعودية اللي اعطت الكثير 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 للبنان. لك شعب لبنان يقدر هذا الشيء، لكن من يتحكمون بالقرار في لبنان لا يقدرون هذا الشيء، ودفعوا الشعب اللبناني الثمن. نحن علاقة لبنان وعلاقة السعودية علاقة أزلية أبدية، لا يمكن أن يؤثر عليها أي أحد بإذن الله. وأنا أتمنى أنه قريبا أرجع أشوف أهل السعودية عم بيزوروا لبنان، وما فيش أي مشاكل مثل ما كل لبنان اليوم موجود بالسعودية إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، فنان موهوب وعبقري ومثقف ووطني وفي كل الصفات. شكرا لك. أنت حبيب قلبي. مرسي حبيب قلبي. شكرا. ربنا يخليك. أخو بوسة بقى. حبيب قلبي. الله يخليك. شكرا لك. سلام. زي ما قلت لحضراتكم، طبعا الناس جت من كل مكان في العالم العربي. ابو ناصر قال يا جماعه مين معايا، فعلى طول كل الناس ردت انا 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 انا. فانت عندك النهارده جنسيات كثيره جدا، مطربين عظماء صف اول، اي بلس، وميجا ستارز وسوبر ستارز، كلهم موجودين معانا. الفنانه العظيمه ديانا حداد، ازيك؟ اشتقت لك. انت ازيك؟ انت ازيك؟ الناس كلها مشتاقه لك اشتياق غير طبيعي. حبيبي وانا مشتاقه لهم اكيد، وقريبا بمصر قريبا لازم نعمل شيء وقته. هو كفايه ان انت تغني، ان انت يبقى عندك انتاج فني دايما، كل المعجبين وكل الناس بتحبك هذا مستنيك. يعني عم نحاول نعمل انه قدر الامكان يكون كل فتره في اغاني. نزلت مصري، هلا في سعودي ان شاء الله، في لبناني، في عراقي، يعني في مجموعه كبيره ان شاء الله. قولي لي ليله طلال مداح دي بالنسبه لك عامله ازاي؟ بعتبرها اضافي، يعني ليله جميله، يعني بكفي هالكميه الكبيره من الفنانين مجموعين بليله. انا بعتبرها ليله تاريخيه اكيد، وهذا اقل شيء بحق فنان عملاق تربينا على صوته. ما تنسى انا عايشه بالخليج، و خلص يعني بعتبر الخليج بيتي، فتربينا من احنا وصغار على صوت الاستاذ طلال الله يرحمه، واقل شيء هذا اكيد ينعمل. وبدي اشكر اكيد معالي المستشار على هاللفت الجميله والدعوه الرائعه، يعني لكل الفنانين سواء حضور او تواجد او غناء يعني او مشاركه. اكيد أنا حدد صوت قوي جدا، لما ابتديت تحتكي في البروفات بألحان طلال مداح، أغاني طلال مداح، اكتشفت إيه؟ هو كان وما زال أغنيته طبعا، هالأغاني اللي ما بتموت، كان له لون خاص فيه سبحان الله، بس تسمع وتقول هيدا الأستاذ طلال.
وعلى فكرة أنا من أوائل اللي غنيت له أغاني بحفلات وبرامج غنائية. غنيت رسالة حب، غنيت تصدق ولا أحلى. عشق قديم يعني؟ طبعا أكيد عشق كل فنان، يعني مع احترامي أكيد لكل الفنانين اللي كرموا، بس هالليلة بتحس سبحان الله هيك مختلفة بترتيبها بتحضيرها بهالجمعة الكبيرة، وإن شاء الله يا رب رسالة أكيد بوجهها لمعالي المستشار أبو ناصر الله يحفظه، أنه دائما يكون في لفتات جميلة وتكريم لعمالقة بالفن العربي. هي ليلة وفاء، ووفاء كمان المعجبين بتوعك ليكي اللي هم دايما عايزين يعرفوا أخبارك، عايزين يطمنوا عليكي. وجهي كلمة لكل المعجبين دول اللي عايزين يطمنوا على دان حداد وعايزين يطمنوا على الإنتاج الفني اللي جاي. حبيبي أكيد حقهم، وطبعاً دايما بيقولوا لي بليز خبرينا وشو الجديد وشو عاملة. في طبعاً مجموعة أغاني إن شاء الله راح تكون قريباً، في مصري، في عراقي، في سعودي، في لبناني، في بدوي، يعني مجموعة كبيرة إن شاء الله. إحنا في انتظار أغانيكي، في انتظارك في مصر، في انتظار حفلاتك. لازم تغني كتير لأنه دانا حداد وحشانة جدا. حبيبي وأنا يعني بعد فترة غياب كان لي حفل بدار الأوبرا بمصر من تقريبا شهرين تقريبا، وطلعنا ترند على مصر. فهيدا حسيتي ايه اول ما طلعتي على مسرح الاوبرا والناس كلها يعني حفلات الاوبرا دي بتبقى يعني للفنانين الموهوبين العباقره التقال؟ صح، حسيت برهبة اكيد، هو مجرد الاسم بتحس فيه له رهبة هيك. كتير انبسط وان شاء الله بتتكرر، يعني اهم شيء اكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نسيبك تستعدي لهذا الحفل الكبير، وسعيد إن أنا في شهر واحد شفتك مرتين، سعيد بك جدا. سلام لي وأنا أسعد، وقلبنا بيكبر إنه لما نشوف هاللمة الجميلة من الإعلاميين، الأساتذة مثل أفضالك، الموسيقيين، الفنانين، إعلاميين، شيء جميل. فربنا يديم الخير على أرض الخير يا رب بالرياض. شكرا لك، وزي ما قلت لحضراتكم الليلة دي هنقابل يعني كل المطربين، كل الناس جاية تجامل، جاية في ليلة الوفاء، جاية تقول احنا جايين نكرم تلال مداح. هننتقل الى مكان اخر. التكامل كان دايما موجود بين مصر والسعودية في حاجات كتير. طبعا كان يبقى فيه الصوت السعودي، اللحن السعودي، وكان يبقى فيه الموسيقى المصرية، الموسيقيين المصريين. النهاردة احنا عندنا فرصة ان احنا نلتقي بواحد كان لصيق لطلال مداح، كان معاه على طول رحلة عمر فنان العظيم الكبير هاني مهنا. اهلا بيك. اهلا بيك عمور، اهلا بيك. طبعا انا مش بتكلم على حد انت شفته مرة ولا مرتين في حياتك. لا طبعا، انا 50 سنة أصدقاء وبنعمل مع بعض، بنسافر مع بعض، بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض. طلال بالنسبة لي كالكوعة أحاسيس ماشي على الأرض، يعني ده عشان كده أنا بقول شهيد الفن، لأن على مدى عمري الفني 60 سنة عمري ما سمعت فنان لفظ أنفاسه الأخير على المسرح، لا ممثل وممثلة ولا مغني ومغنية، استحالة. هذا الوحيد اللي هو تميز من عند ربنا بهذه الميزة، عشان إحنا يعني نتمنى من الخالق عز وجل ان هو يجعله شهيد. لسبب طلال حتى لما بيغني ويقول مجس سعودي او موال او أغنية، كل الناس بتقول الله. فذكر المولى ده عظيم جدا، ده مش بس في السعودية، ده في العالم كله، كل الناس قالت الله لما طلال بيغني. فده سبب انه عشان كده مدعيله دايما ربنا يرحمه ويديله حسنات بقدر ما اسعد عبيده لطلال. انت كنت قريب منه غير الموسيقى، كلمني على طلال مداح الانسان. لا طلال ذاتي يعني مررت بيها كتير قوي، يعني طلال ما بيحبش الفلوس، هو يقول لي دي وسيله للحياه بس، انما ما بيحبش الفلوس، وده شعرته بيه في كذا موقف. يعني منهم موقف كان سيده في لندن، كنا نازلين في الجروفنر هاوس ورايحين شغلنا بالليل، فلقينا واحده جايه شايله طفل صغير على كتفها، وبتقول له انا من بلد كذا، بلد شقيق طبعا وعزيز علينا جدا وبيعانوا الاحتلال، فأنا ما عنديش إمكانيات المعيشة ومش قادر أرجع البلدي تاني. قال لي معاك مفتاح الخزنة؟ قلت له معايا.
قال لك اديني مفتاح الخزنه. انت كنت شايل مفتاح الخزنه معاك. انا الخزنه باخد فلوسي احطها على الشمال، فلوس احطها على اليمين. فلوسك اكتر طبعا. لا اكتر. المهم قلت له يا طلال عايز تديها ايه؟ قال لي خلاص مالكش دعوه، انا هديها اللي عندي. قلت له نعم. انت بتتكلم 70 80 الف سريني في ايه؟ كمان 70 80 الف سنين دول مبلغ كتير، ملايين الملايين. المهم قلت له ما ينفعش طالما انت عندك ولادك وبيوتك، وما ينفعش يعني احنا عندنا مثلا بيقول اللي عاوز بيتك يحرم على الجامع، فمفروض يعني قدر الامكان. هي تقول له اديتها 200 500 هتفرح جدا جدا. قال لي مالكش دعوه وبتاع. قلت له بص احنا متاخرين مش عايزين نعطل الدنيا، انا مش هنزل مش داخل الخزنه اجيب الفلوس دي. المهم وصلت معاه قال لي طب خلاص هات 10000. قلت له كتير، فين وفين لما اقطعه؟ حرام عليك. ما بحبش اقطع رزق، بس هو ولاده يستحقوا صراحة. ما دام بتتكلم على العطاء، الليلة دي ليلة وفاء، شايف المعنى ده ازاي؟ أنا شايف تأبين لأحد رموز الفن، مش بس السعودي، العربي. لأن طلال ما يتحسبش على السعودية بس. طلال أستاذ عبد الوهاب لما خدته عند الأمير عبد المجيد، الأمير بدر كان موجود، أستاذ عبد الوهاب وسعد السديري وبتاع، فلما سمح طلال قال له انت مفتري طرب. عبد الوهاب قال لطلال مداح انت مفتري طرب. مفتري طرب. فريد الاطرش ما روحنا البيت عنده كان فيه فتح حمامه ومجموعه انيس منصور يوسف ادريس. المهم استاذ فريد بقى خد العود بيقسم، فراح طلال جاري وقعد تحت رجله على السجاده تحت رجل فريد الاطرش. فانا رحت جاي شالته حطيتها لطلال عشان يعني ما يقعدش على السجاده. فريد خلص الغنى بتاع، فقلت له استاذ فريد عايزك تسمع طلال. قال لي يا ريت. راح مديله العود بتاعه. اول ما طلال فريد الاطرش عشان ما يدي العود لحد ده يعني كرسخ. المهم طلال مسك العود وبدا يتندن كده، واول ما قال بم لقيت فريد الله يرحمه راح وقع نزل على الارض. قال له ما ينفعش اقعد فوق وانت تقعد تحت. لا اله الا الله. طبعا ذكريات كتيره جميله، لكن زي ما بقول ان النهارده كل فنانين موجودين في هذا الحفل الجميل وفاء وتقديرا من العالم العربي كله وهيئه الترفيه وسياده المستشار تركي الشيخ. أنا من قلبي من قلبي بدعي له ان اللي عمله في في في, في مده 3 4 سنين ما يتعملش في 50 سنه. النهضه اللي اتعملت ومش مجامله والله ما رياء ولا مجامله ولا ابدا، انا بعيد عن الكلام ده خالص، انما الراجل ده عمل نهضه فنيه وإنسانية في السعودية ما بيحكى عنها. يعني احنا نفسنا نستلفه في مصر شوية يعمل بس نص اللي عمله هنا، هنبقى قنوعين. عندنا كل الخير في مصر برضه، كله يبقى تمام. السرعة دي ما عندناش صراحة، سرعة والجهاز المسؤول أو القمم الحكم واثقة فيه جدا جدا، ولذلك مدياله مساحة يستطيع إنه يعمل أكتر من كده. بس بصراحة بشكره وبقول له ربنا يديك صحة، وانا مش هقول عليك مستشار ودكتور، لا انا هو عبقري تركي آل الشيخ. بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما بقول لحضراتكم مستمرين طول ما احنا ماشيين بنشوف قصص حكايات عبقرة موسيقى في كل مكان. هذه الليلة ليلة جميلة، تجمع قلما تجد في اي مكان. ابقوا معنا. إذا كان طلال مداح له معنى كبير في العالم العربي وليه معنى كبير في الخليج، فهو طبعا ليه معنى كبير في السعودية. يعني مدرسة وناس كتير اتعلمت منه وناس كتير تتكلم عنه وناس كتير تكتشف فيه أشياء لغاية النهاردة. ففي ليلة الوفاء النهاردة معنا الفنان الكبير خالد عبد الرحمن. أهلا بك فندم. يا هلا وسهلا، حياك الله. يا مرحبا. كلمني بقى بتخصص كده في الأغنية الخليجية عن طلال مداح. أولا أنا سعيد بشوفتك. أنا أسعد والله جد، رجل مخضرم إعلامي يستحق الإشادة. لي الشرف أن أنا موجود هنا معكم. والحقيقة يعني صوت الأرض أنا ترى علاقتي فيه شخصية قبل لا تكون فنية. إيه نعم، رجل الإنسانية أنا أوصفه طبعا أنه رجل الإنسانية قبل لا يكون فنان، ولكن بحجم محبة الناس ومعرفتهم فيه كفنان إلا أنه كإنسان يطغي على ذلك. الله يرحمه ويسكنه الجنة. غير إيه في الأغنية الخليجية؟ هو ركيزة أساسية في الأغنية الخليجية، صوت أوجد الفرق، صوت وصل الجميع، صوت لامس مشاعر الناس، حتى اللي ما يعني اللي ما لهم بالفن
مجرد ما يسمعون صوت طلال يلامسهم. كفنان بتشعر انه لما بيتم تكريم فنان اخر ان ده تكريم ليك، انه المكان اللي انت عايش فيه بيكرم وبيقدر الفن والفنانين؟ والله شوف، انا تكلمت قبل شوي ان هذا التكريم يعني يعتبر تكريم لنا كفنانين جميعا، يعني لكل من يحب طلال مداح يعتبر هذا تكريم له، وهو يستاهل الله يرحمه. والحقيقة يشكر مع المستشار تركي آل الشيخ على هالبادرة الجميلة الطيبة اللي فعلا أوفى فيها بحق هذا الهرم الكبير. بشكرك شكرا جزيلا، وربنا معاك. ومعاك يا حبيبي. شكرا لك. سنين وسنين وانا صابر وراح اصبر كمان وكمان، وبحر الشوق يلعبي لين اوصل لشط امال. سنين وسنين وانا صابر وراح اصبر كمان وكمان، وبحر الشوق يلعبي لين اوصل لشط امال. من كل مكان في العالم العربي الناس جاية علشان تقول رأيها وصوتها وحكايتها مع طلال مداح في ليلة الوفاء. معانا المطرب الأردني عمر عبد الله. أهلا بيك عمر. يا أهلا بيك حبيبي يا عمر. الله يخليك عمر. أنا آخر مرة شفتك كنت أول مرة بتطلع على المسرح. زمان صح. بدناش نقول كم، بس هي من زمان شوية. صوت الأردني الجبلي العظيم القوي، الميكس بتاعه مع صوت طلال مداح عامل ازاي؟ والله هو شوف يعني برأيي ما بقدرش نقارن تماما، مقارنة يعني بعيدة، ولكن هو أنا شرف إلي أني تلقيت هذه الدعوة أني أجي أغني لطلال مداح. والحلو أنا تربطني كانت علاقة طيبة في طلال مداح، غنيت له أغنية من أغانيه أحبك لو تكون حاضر، والتقيت أنه قال لي أنت كيف بتغني أغنية إلي بالحلاوة هاي؟ فكانت يعني هاي بالنسبة إلي كبيرة، كانت يمكن حسيت فيها بعدين شو الكلمة اللي حكى لي إياها. الحمد لله ربطتني علاقة فيه طيبة كانت، ولكن كنت في بدايتي لسه. أنا سعيد اليوم أني متواجد، سعيد بهذه الدعوة من معالي أبو ناصر الحبيب ومن الأخوان كلهم هنا، انه اعطوني هذا شرف المشاركه لفنان كبير، لفنان عظيم رحل لكن اعماله باقيه واعماله ما زالت موجوده وراح تظل موجوده. وعمل مثل هذا العمل اللي انعمل هو تاكيد برايي ودليل كبير انه احنا يجب انه نحافظ على تراثنا. ايه الحته اللي في صوت طلال مداح عجبتك؟ يعني ايه المنطقة انت كمطرب عجبتك فيها؟ يعني ممكن تتفاجأ، انا كل طلال حلو، ولكن حتى القرطة اللي بحرف الراء هي نغمة، يعني في بحرف الراء عنده دلع شوي هيك، الله ما اجملها، يعني حتى القرطة رائعة. القرطة دي اللي بتبقى عاملة ازاي؟ القرطة احنا بنقول بحرف الراء، يعني حتى حرف الراء مو مشبع عنده، مش الراء، بيقولوا الراء. حتى هاي جميلة طالعة منه يمكن ما ناس حكاها. ولكن هو بحث صوت طلال مداح، إحساسه، ألحانه اللي تلحنات، أغاني اللي تغنات، اللي غنوها النجوم العرب اللي غنيناها كلياتنا، كل أعماله جميلة. يعني بقدرش أنا كثير وكبير علي إني أبدي رأيي في عمر عبد الله حيعمل إيه في 23؟ سنة 23 حتعمل ايه؟ 23 والله شوفوا ربنا يجيب الخير ان شاء الله اول شيء فيها، ولكن سنة 23 ان شاء الله شايف انه فيها خير ان شاء الله. اولا نكون كلياتنا عايشين بحب وسلام، انا بحكي من ناحية عامة، من ناحية فنية اتمنى الحب والسلام لزيادة بين الفنانين وبين المنظمين وبين المهرجانات. حاسس انه ما فيش حب وسلام؟ لا, 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 لا هو في حب، بس بامكان يكون احلى، ممكن يكون أجمل. كل فنان يأخذ حقه. في فنادي كثير لازم يكونوا على الساحة موجودين، يعني لازم الأردن تطلع مطربين أكتر كمان. شوف ما هو صفه هون، بقدرش أقول لك إنه البلد لازم تطلع كمان، لأنه إحنا الآن ممكن في منطقة معينة كل الفن صار في منطقة معينة، بس المنطقة المعينة ما لازم تكون مقتصرة أو مقتصرة على أهلها وناسها، لا، الفن هو فن عربي. أنا مع أنه الخليج العربي نسمع أعمالهم ونسمع نشوف أغانيهم الجميلة والقديمة والحديثة،
لكن بنفس الوقت مع انه في الفن العربي، في الفن المغربي، في الجزائري، في التونسي، في الليبي، في الاردني، في بلاد الشام، في مصر، كلنا بالنهايه منظومه واحده. لازم يكون في منظومه كبيره يتبين الفن العربي، نعتز ونفتخر بتراثنا وفلكلورنا وفننا. زي ما كنا نقول عنه عيب، لا احنا هسه بنفتخر. فنان رساله، بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق لليلادي. انا سعيد اولا بمعرفتك وشوفتك، انا زمان ما شفتك. فين انت من ايام زمان او ايام حلوه بس. شكرا لك. شكرا. لكم طبعا النهارده انا ما بعملش حاجه، يعني نجاح باهر لهذه الليله، وبتقابل قمم. يعني ان انت تبقى ماشي كده فتقول يا نهار ابيض انغام، يا نهار ابيض انغام. مساء الفل يا عمرو، منور. النجاح الكبير اللي انت فيه ده والعظمه دي كلها لازم اهنيكي عليها الاول. اشكرك، ربنا يخليك. اشكرك يا والناس بتحبك في كل مكان واي مكان، واكتر حاجه انا مبسوط منها النشاط الكبير. الحمد لله، الحمد لله. كلميني عن طلال مداح. يا نهار ابيض، ده استاذ من الاساتذه اللي احنا تعلمنا منهم، دي حاجه اكيده. ده غير انه من اجمل الاصوات اللي خلقها ربنا، وبشوف انه صوته مش بس جميل، صوته طيب وأداؤه. صوته طيب ده تعبير حلو قوي. صوته طيب، بتحس قد ايه هو انسان طيب من صوته، وأداؤه متفرد، وحروفه حتى نطقه، وعنده حرف الراء جميل جدا، يعني لا مميز. ما دي حاجات ما ياخدش باله منها غير انغام بقى. لا والله، يعني انا عشان بحبه جدا، وطبعا اختياراته كانت عظيمه، كان متميز جدا في اختياراته، استاذ كبير. وانا يعني سعيده انه المملكه النهارده بتكرم اسم عظيم وكبير، وكلنا تعلمنا منه وحبيناه، وسعيده جدا ان انا بشارك في تكريمه. فكره الوفاء دي اي فنان يحب يشارك فيها، عشان كده انت موجوده هنا النهارده. بالتاكيد، لانه اعتقد انه احنا نكون اوفياء لاساتذتنا، اكيد في يوم من الايام هيكون في ناس اوفياء لينا كمان، يعني الدنيا اخد وعطا. ربنا يديكي طولة العمر، وانت اعمالك عظيمه، والاغنيه الاخيره دي عامله ملايين ومكسره الدنيا. الحمد لله. شكرا يا عمرو، ميرسي جدا جدا. تهتمي تشوفي الارقام؟ الاغنيه وصلت عدت المليون، 2 مليون، 3 مليون؟ بسيب شويه بعد فتره، يعني ما بستعجل. مش اعدلها؟ لا مش اعدلها، لا مش اعدلها الحقيقه، بسيبها شويه تاخد فرصتها والناس تسمعها وتسمع عنها ويتكلموا عنها كويس، وبعدين ابتدي. لو انتبهت قوي للارقام مش حاسه انه ده يعني حاجه موتره جدا. المعجبين والفانز بتوعك بيتابعوكي متابعه غير طبيعيه، النهارده تحب تقولي لهم ايه؟ أقول لهم شكرا على كل حاجة، شكرا على المتابعة، وشكرا على الدعاء، وشكرا على الحب والاهتمام والرعاية منهم، لأن هم الحقيقة الترمومتر بتاعي، يعني اللي أنا بشوف منه قد إيه مسيرتي كويسة. نفسك في إيه في 23؟ نفسي كلنا نبقى بصحة الحقيقة، أهم حاجة اكتشفتها يعني مؤخرا. اكتشاف جديد. اكتشاف عظيم، إن الصحة حاجة عظيمة جدا. أتمنى لكل الناس الصحة والخير في 23. اكيد يعني في نهايه اللقاء ده قد ايه عايز اقول لك ان انا بحب غناكي، وبحبك كفنانه، وبحب اشوفك، وبحب اشوفك ناجحه. وانت الاهم من ده كله، لان انا بتابع الشغل في المنطقه كلها، انت سفيره محترمه جدا لمصر بره. الحمد لله. اشكرك. العفو. شكرا، ده كلام يعني انا بعتز بيه جدا، واكيد ان انا يعني شايله مصر فوق راسي وانا ماشي. ومصر كمان فخوره بيكي، وسعيده جدا ان انت بتمثليها هذا التمثيل المحترم الجميل. لله، الحمد لله. شكرا. سؤال اخير، كيف تري الغناء الان؟ والله متنوع يعني، وده اكتر شيء انا بحترمه، انه في تنوع، وان الجمهور قادر يستوعب كل التنوع اللي حاصل في الغناء، ومن المغنيين ومن الرابرز ومن الاشكال الجديده. حابه ده،
حابة إنه الناس قادرة تستوعب وإنه كله قادر يتكلم ويغني ويعبر، ده شيء رائع بصراحة. أشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق. وهنا المنظمين بتوع الحفل ده كارهني جدا لأن أنا ببوظ المواعيد. شكرا ليك ومرسي لوقتك جدا. شكرا ليك. يعني يبقى مسك الختام أنغام، لأنه يعني زي ما بقولها فعلا سفيرتنا وسفيرة مشرفة لمصر في كل المحافل العربية والعالمية. أنا النهاردة كنت سعيد جدا أن أنا وسط كل المغنيين دول، ولكن كلنا مدينين بالشكر لطلال مداح والهيئة الترفيه ولسيادة المستشار تركي الشيخ اللي كان سبب أن كل هؤلاء النجوم والمواهب العربية العظيمة أنها تبقى متجمعة في مكان واحد. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من برنامج الحكاية. أرجوكم ابقوا معي. أكتب لك رسالة تعبر عن عذاب القلب، أكتب لك رسالة حب تعبر عن عذاب القلب، قصيدة شعر تحكي لك ألم روحي تنادي لك، قصيدة شعر تحكي لك ألم روحي تنادي لك.